السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب ما هو كل يوم هناكل يعني ما فيش حاجه غير الاكل، بس يعني بنحاول نقلل شويه موضوع الاكل. دايما كل جمله بقولها السبت او الحد نفس الجمله كده، بنحاول شويه نقلل موضوع الاكل، يعني مش بنقلل الاكل بس بنحاول يعني نخف وقفه المطبخ شويه. بمعنى ان كل ام وكل اخت وكل حد بيخش في البيت هو بقى واجب عليه لو كان شغال او في البيت قاعد لازم يخش المطبخ كل يوم يطبخ الطاقه دي والطاقه دي والطاقه دي. انا وظيفتي ان انا اعمل اكل طبيعي كل يوم برضو، ولكن من ضمن الوظائف المطلوبه او الحاجات اللي المفروض نعملها نخف شويه الهيدك اللي على حضراتكم. فالنهارده باختصار المفيد عايز اعمل ثلاث اكلات اسهل من بعض. لو عملنا حبه بيكاتا على السريع كده بس بالفراخ والاعشاب وصوص جميل وبطريقه حلوه بصدور الفراخ اكيد الموضوع يختلف. لو عملنا مكرونه عاديه جدا بس بصوص جديد اللي هو صوص الطماطم على الكريمه فيبقى صوص مدي روز كده او روزيه كده شويه بكور اللحمه اكيد هيختلف. ولو جينا برضو جبنا حبه تونه على حبه زيتون على حبه خضروات وبصل اخضر والحاجات الحلوه دي كلها وعملناها على شكل سبرينج رولز او على طريقه العجينه اللي هي عجينه الرقاق الهشه الصغيره دي وتتحمر اكيد الموضوع هيبقى سهل. الموضوع ما فيهوش طبخ كتير على قد ما هو يكون سهل في التحضير او في الامكانيات وهو ده المطلوب. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نعمل اسهل ثلاث اطباق في الاسبوع. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا بنتكلم من شويه على اسهل اطباق ممكن اي حد في الدنيا يخش يعملها وتكون مفيده والكبير والصغير يخش ياكل والموضوع يكون سهل. المكرونه دايما بنسلقها عارفينها من 7 دقائق 9 دقائق وبنسيبها على جنب. فراخ تتحمر تشوي تحط في الفرن سهله. كفته تتبل كويس تتعصق كويس. صوص طماطم ما فيهوش صعوبه. يعني بالمختصر المفيد كده خش اطبخ وانت مبسوط احسن ما تخش تطبخ وانت مش مبسوط. بمعنى ان الطبيخ هنطبخ هنطبخ فخش بمزاجنا احسن ما نلاقي نفسنا داخلين ومجبورين على الوقت ورجعنا متاخرين والناس ما كلتش وده جاي عايز ياكل ايه وده هياكل من بره وده هينزل مش هياكل فاحسن نعمل الاكل على السريع. طيب هخش الاول هتبل حاجتي واسيبها براحتها خالص. جايب عندي نقول مثلا ربع كيلو من صدور الفراخ بس اقطعهم بالشكل البكاتا ده حته صغيره قوي على نص كفه الايد. ممكن البديل طبعا ليها لحمه فاعملها بشكل بسيط جدا. هديها عندي فلفل اسمر حبه ليمون وكمان هدي عندي فص ثوم في النص كده وعندي ربع كوبايه ميه بصل حبه ملح اعشاب زعتر او روزماري حبه بهارات فراخ قلب كويس جدا سيبه بنص ساعة وبعد كده نبدأ نحطهم في الدقيق ونحمرهم في الزبدة مع البصل وشكرا. دي أول تتبيلة تبلت البكاتا. البكاتا ما فيهاش صعوبة زي ما اتفقنا هو الموضوع كله إن يبقى تسوية مظبوطة وده أهم شيء والحاجة التانية تكون معمولة بطعم يكون مطلوب زي ما احنا بنتكلم دايما على موضوع الأعشاب في الحاجات الإيطالي شوية بيبقى مستخدم لأن هو ريحته هنا مش أكتر من كده. طيب ده أول حاجة. الحاجة التانية هعمل مكرونه. المكرونه مسلوقه زي ما اتفقنا بس هعملها بكور اللحمه. كور اللحمه ما هياش فيها افتكاسه كتيره ولا حاجه. كور اللحمه زي داود باشا ولكن تتعمل مظبوط. هجيب عندي رقم واحد كده بشكل بسيط بوله فاضيه كده وهجيب عندي بصلايه ناعمه من غير ميه. الميه خدناها للفراخ ماشي الكلام. وكمان هجيب عندي حبه ملح كمان حبه حبة بهارات لحمة أو كفتة حسب متوفر فلفل أسمر ماشي الكلام. وكمان لو حبينا ندي فص ثوم بسيط ماشي الكلام. هحط لها كمان من عندنا حاجة خضرة ممكن نحط لها لو حبينا كزبرة أو ورق كزبرة أو ورق بقدونس في إيدينا برضو مش كتير هيفرق معايا في الطعم كده.
بس كده. حط كمان دول. ماشي الكلام. وايه تاني؟ طيب خلاص زي الفل. نجيب لحمه مفرومه نقول ربع كيلو لحمه على بصلتين ونبدا نقلب فيهم كويس جدا لحد ما كلهم يبقوا زي بعض اهو. نسبه اللحوم نسبه الدهون اللي فيها مش فارقه عندي، مش هعملها معامله البرجر واقول نسبه قد ايه ولا كفته، دي هتتبدر في دقيق وتخش على التحمير على طول. فانا هعملها عادي من غير اي شيء معين ولا تسويه معينه، كور عشوائيه، صوابع، براحتنا يعني. مش شرط يعني، مش عايز اخليكم تشيلوا هم النهارده في القصه دي خالص. خلينا نشم ريحه اللحمه. ريحه اللحمه حلوه، ولكن انا احب دايما ابهر حاجتي كويس. حبه بهارات كمان تفرق كتير. بتعرف منين هي ناقصه بهارات؟ بتبان والله يا جماعه، بتبان يعني. الحاجه بتبان طول ما هي باينه انت هتستريح من الريحه، من الشكل، من السنس، من التعود، من الخبره، من كتير، من قليل، هبان هبان كده. حلو الكلام. هجيب عندي طبق فاضي عشان خاطر اطلع فيه حاجتي وابدرها واسيبها شويه كده. وادي كور اللحمه المطلوبه على اصغر كميه انا عايزها اهو كده. كويس تحمر في معلقتين زيت، بس الاول تتعفر بالدقيق عشان تاخد اللون اللي احنا محتاجينه كده. نشوش البكاتة هتبناها بميه بصل، فص ثوم، حبه اعشاب المتوفره من عند العطار لو كانت ناشفه، او فريش من عند الخضري حسب اللي موجود. تبلها كويس واسيبها شويه. والدقيق عندي هستخدم منه حبه للتعفيره صغيره قوي للحمه، والباقي نفس الموضوع للفراخ. صوص الطماطم هعمله على شكلين. الشكل الاول هو طماطم عصير عادي جدا، بصلايه وكرفسايه، واروقه عادي جدا. وبعد كده هبدا اديله عندي حبه كريمه في الاواخر. عايز تخليه تقيل براحتك، عايز تخليه خفيف براحتك. طب لو تقلته ازاي ولو خففته ازاي؟ لو تقلته هزود كريمه واحط معلقه دقيق وزبده، ولو خففته هزود كمان حبه عصير طماطم ويتسبك اكتر. ده موجود وده موجود كده. تمام خلاص كده، انا مش هكتر من كده. اجيب عندي نقول مثلا حبه دقيق بالشكل ده كده اهو، ونقلبه مع بعض كده. تعفير الدقيق زي ما بيقولوا كده بالعربي شويه على قد الطبق اللي هعمله مع حبه المكرونه، ونسيبهم شويه ونحمره في الاخر بس، ما فيهاش اكتر من كده. طيب تعالى بقى نحضر حله ونبدا نسبك الصوص واحده واحده. ادي حله، ودي هيمشي عليها حبه زيت عشان احمر فيها الكفته لوحدها. ودايما ولما بنيجي نحمر اي شيء ناخد بالنا شويه عشان ما نوسعش الزيت، نبدا ننفط كويس الدقيق بالشكل ده. انا بقول حاجه وبيحصل حاجه ثانيه. ماشي، الدقيق بينزل كله بالزيت بس مش مشكله، انا كده كده اصلا مش هستخدمه. ماشي الكلام. وانا شغال عايز اشم ريحه اكتر، لو متوفر عندي حبه اعشاب زي كده احطهم في الزيت هيفرقوا معايا اهو. زيت بسيط على صوص الطماطم مع كمان بصلايه مفرومه، فص ثوم، فص الثوم، وكمان البصلايه الناعمه من المبشوره دي لصوص الطماطم، واسيبهم يعيشوا حياتهم. اول ما احس ان خلاص بدا يتبالوا شويه هكون مجهز عندي كل حاجه انا هشتغل بيها واحده واحده. زي ايه مثلا؟ زي مثلا عصير الطماطم، ممكن نحط له حبه كرفس زي ما اتفقنا، ده كله في ايدينا مش هيقولي لا. وكمان حبه الكزبره الباقيين دول او البقدونس ممكن احطهم برده في الصوص. ولو حابب العب اكتر واكتر عادي جدا لو حطينا ريحان، وفي الاواخر زيتون وجبنه براحتنا، ده كله في ايدينا. نلم المكان الاول عشان دايما المكان لما يكون مش نظيف ما بيشجعش على الاكل، مش على الطبخ بس، على الاكل كمان هتختلف. هتتحمر تحميره صغيره، نقلبها ونروح عشان ما تعجنش كده. وكده كده هنشيلها الكلام ده خالص من هنا. البصلايه هنا بدات تسيح اهي مع فص الثوم.
ونزود لها كمان معلقه زيت كمان. معلقه يعني معلقه، مش بقول معلقه وحط ربع كوبايه عشان بس نبقى واضحين يعني. هدي مطرح دي كده اهو وابدا اشوحهم كويس جدا ونشوف الاخبار ايه دي. تمام. طيب هرجع تاني هتكلم على خليط او تتبيله حلوه ممكن نعمل بيها بعجينه السبرينج رولز. عجينه السبرينج رولز دي عجينه هشه زي عجينه الجلاش بالظبط، بتتباع في السوبر ماركت موجوده، ما بنصنعهاش، بنشتريها عادي جدا. لو ما لقيتهاش بجيب العجينه اللي هي العاديه بتاعه الجلاش بتاعتنا بتاعت الصواني، وابدا اقطعها بشكل اللي انا عايزه او الطريقه اللي انا عايز ابرم بيها او الف بيها الخضار بتاعي. انا هعملها النهارده بتونه. تونه يعني ممكن احط لها حبه خضروات لو حبينا، ممكن نلعب معاها كده بحبه زيتون، ده كله في ايدينا. احط عندي عصير الطماطم واسيبه عندي يتسبك كويس مع حبه ملح وحبه فلفل، وبعد كده نشوف هنعمل فيه حبه الفلفل الاسمر الاول عشان يتسبك كويس، وحبه ملح، وكمان حبه كمون بصوت، ونسيبها تاخد وقتها. اللحمه دي تمام، نرفعها خالص من على النار، مش محتاج منها اي شيء. طيب ونتصل نحطها تاني عشان دي اللي هشتغل بيها على البكاته. كنت بتكلم على السبرينج روز. عندي النوعين، ادي العجينه الاولى اللي هي عجينه الرقاق الهشه اهي، دي عجينه السبرينج رولز بتتباع في كل السوبر ماركت. وفي عندي نوع تاني العجينه بتاعتنا الطبيعيه اللي احنا ما فيش غيرها نعرفها من زمان، عجينه الجلاش البلدي بتاعتنا اللي بنشتريها من عند الكنفان اهي. دي موجوده ودي موجوده، الفرق بين دي ومن دي مش حاجه على قد لو انا عايز اقطع يعني. دي موجوده هبدا الف براحتي، ولو مش موجوده هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب عندي السكينه بتاعتي وابدا افردها كويس قوي وابدا اقطع زي ما انا عايز اهو كده. مثلا دي بالطول اهي، ممكن نعمل كده كده اهو، واعمل كده مثلا، وادي الورقه من الجلاش وهبدا الفها على كارول او كشكل سمبوسه اهي بالشكل ده، وابدا اقفل في الاخر. هنشوف واحده واحده مع حضراتكم. طيب ده الصوص بيغلي، ودي الطاسه دي انا هحط فيها معلقتين زيت مع 3 4 معالق زبده، 2 ادي 3 تمام. هسيب الزبده تسيح وتاخد وقتها وتمام تمام، وبعد كده هبدا واحده واحده هشوح فيها البكاته. البكاته بتاعتي مش عايز اخليها احس ان هي يعني زياده على اللزوم او فيها اختلافات كتير في التسويه. هتعمل فيها ايه البكاته؟ والله لو انا عايز امشي البكاته بتاعتي لحمه ممكن اعملها صوص مشروم او صوص لحمه عادي جدا موجود، ولو انا عايز امشيها فراخ ممكن اعملها زي البولو بكاتا بالدقيق بس، وممكن اديها كريمه لباني بالليمون ما عنديش مانع. ولو انا عايز امشيها بالاعشاب في ايدينا نمشيها بالاعشاب، وفي ايدينا برضو نحط لها الحان في التسويه، ده كله يمشي. انا بجيب الحاجه الايطاليه وبمصرها شويه على مزاجنا مش اكتر من كده، بس لازم اقول الصح واللي غريب على الصح مش غلط، تختلف يعني. مثلا في حد يحب يعمل اللحمه المفرومه الصوص البولونيز مثلا الايطالي بتاع اللحمه المفرومه على الطماطم بالكرفس والجزر والبصل، وده وده ده ستاندر. انا مش عايز اكل لحمه مفرومه فيها بق فيها جزر، فلما اجي اشيل الجزر من صوص البولونيز او صوص اللحمه المفروم يبقى اقول لي شلته ليه، عشان ما يبانش ان انت عملته على مزاجك او عملته بطريقه صح او غلط. دي اللي انا عايز اتكلم عليها. الزيت دي ساحت، هرفعها من على النار عشان ما تحرقش هي والزيت، عشان لما اجهز عندي الفراخ بتاعتي بالشكل اللي اتفقنا عليه تعفيره الدقيق اللي هي دي بالمره يا رب قبل ما اطلع معلش. اهي تعفيره الدقيق، بصوا يا جماعه اهي واحده اتنين كده، وانفضها كويس وبعمل كده واسيبها عندي تاخد وقتها وتعيش حياتها. وانا شغال زي ما اتفقنا هبدا هعمل بكاتة يبقى فيها اعشاب، احط عندي الزعتر في الزيت او في الزبده يديني تيست اعلى ويديني طعم. مطرح الطاسه هعمل الصوص بس بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. طيب باخد معلقتين دقيق في بوله فاضيه، هنشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. الناحيه الثانيه صوص الطماطم ده خلاص اتسبك،
احط عندي الكفته تكمل تسويتها لو في حاجه كده ولا كده، ونخلي موضوع الكريمه ده في الاواخر. تعال نبص بس على الباكيته ونشوف اخبارها ايه. انا ده اللي عايزه، لون ظريف. ولو تبناها بالدقيق وخلاص وخلصنا كل ده كله وجينا في الاواخر على فكره حطيناها في التلاجة شويه، هتفرق معانا كتير. طب ليه؟ عشان رقم واحد الدقيق هيتشمع في التلاجة فمش هيطلع منه اي حاجه انا خايف منها. زي ايه خايف منها؟ زي القشره دي ممكن تطلع معايا. هواري بص كده، بص اهي دي اللي بتكلم عليها. فده لو حطيناها في التلاجة اهو بص هتفرق معايا كتير قوي. نفس الطاسه هعمل فيها ايه بقى؟ الطاسه دي بصلايه ناعمه اهي كده، واشوحها كويس. لسع سنه لسع يعني تحرق شويه اهو، مفيش بقى ولا احط توم ولا غيره، هي بصلايه كده مع الطعم اللي محطوط، ونسيبها شويه. وعندي مشروم هظبط الامور بالمشروم. طيب تعالى نعمل الفرسه بتاعت التونه، بس انا هشغل القلايه عشان خاطر نحمر فيها السبرينج روز بتاعنا. تمام. التونه مش شرط ان انا ادخلها النار على فكره، ممكن عادي جدا ابدل بدل التونه احط بصل، احط عفوا فراخ، احط لحمه، احط خضروات. السبرينج رولز عامه الاستاندر بتاعه ملوش علاقه قوي باللحوم على قد ما هو له علاقه بالخضروات. وخضروات السبرينج رولز او المعنى الكلمه خضروات الربيع عامه، جواها كرنب بالوانه، بصل اخضر بالوانه، جزر، كل الخضروات الناشفه شويه اللي هي ليها روائح عطريه عاليه وليها فوائد جامده جدا، بتتعمل بشكل حلو قوي. وكمان بتاخد اوسترا صوص وصويا صوص وبتتصفى في الاخر وبتتلف بالطريقه السهله. لو عايزين نحط عليها كمان زيت سمسم بيمشي. معظم الاكل الاسيوي ليه طعم ونكهه كده حلوه جدا اي حد فينا بيحبها، لكن مع صوصات ممكن تشيل صوص، ممكن انواع كتير جدا من انواع الصوص. وممكن كمان تلعب على حته ثانيه، تتكلم على فكره الواسابي وتاخد حاجه من التشاينيز تحطها على الجابانيز بيمشي. بس انا عايز اعمل حاجه الواقعيه السهله اللي ممكن حد فينا يخش البيت يعملها. بصلات لسعت، حط عليها حبه مشروم، تاخده سوتيه، وهديها كمان من عندنا معلقه زبده تدعم الامور شويه ونشوف اللي هيحصل. طيب هجيب عندي علبه تونه، بس يعني تكون تونه حلوه كده ناشفه شويه، مش التونه اللي هي مفرومه قوي. ماشي الكلام. وكمان معلقتين بقدونس مفرومين، بصل اي كان نوعه، اخضر ابيض مفيش مشكله. ماشي الكلام. عندي حبه زيتون اسمر من غير بذر او اخضر عادي، حبه جبنه. ماشي الكلام. واقلبهم كويس جدا. في ريحه حلوه. ممكن على فكره ما احطش بصل اخضر ولا بصل احمر ولا ابيض ولا اي الكلام ده كله، اعمل حركه حلوه قوي مش تاخد مني وقت كتير، بس هتدي تيست عالي جدا. ودايما بتتعامل في انواع كتير قوي من الحاجات المفرومه زي كفته الفراخ، او انواع كتير قوي من انواع الاكل اللي ليه علاقه شويه بالطعم الحلو قوي. بيحمروا بصلايه زي بصلات الكشري بس تكون ناعمه شويه، وبتخش معايا جوه الفرن بتديني تيست عالي جدا. فده ممكن اعملها على فكره في التونه. طيب ده خلاص خد سوتيه، مش هخليه اكتر من كده عشان انا عايز ادوق الطعم. هجيب عندي حبه ديميجلاس واضربيهم في كوبايه ميه وانزل بيهم بالشكل ده كده اهو. ده صوص الديميجلاس او الصوص البني بتاعنا. ماشي الكلام. هسيبهم يغلوا غلوتين وبعد كده هبدا احط عندي البيكاتا المتشكلين. هشوف القلايه. تمام. تعال نلف ونشوف اخبار السبرينج رولز او عجينه الجلاش، او ان انا ممكن احشي بيها اي حاجه انا عايزها، او ممكن ما الفش خالص بالشكل ده، ممكن اعملهم صينيه. يعني اللي انا عايزه هعمله، بس المهم اعمل فرسه او خلطه جديده وسريعه. ماشي الكلام. طيب جبت من شويه معلقتين دقيق في حبه في بوله فاضيه على حبه ميه. ماشي الكلام. هقلبهم كويس. الصوص بدأ يتقل. الدقيق والميه دي هو اللي انا هقفل بيها الجلاش بتاعي او السبرينج روز او السمبوسه، اي حاجه انا عايز اعملها.
تمشي معايا في كذا حاجه يعني. تمام الكلام. طيب تعال نجيب كده حته الفرسه، تونه وبشكل بسيط جدا نعمل كده وكده 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 وكده، ونيجي في الاخر نعمل كده ونقفل كده. بس الدقيق ده العجينه دي مش حلوه. ليه بقول العجينه مش حلوه؟ هي اتعملت كل حاجه بس في حاجتين ممكن يلاقيهم مشكله في العجينه وممكن نعملها مبروم زي ما شفناها من شويه. في حاجه لازم ناخد بالنا شويه منها واحنا بنعمل العجينه او بنفرش فكره السبرينج رولز او الجلاش في اي اكل كان حلو او بارد. ده لو قعد شويه بره التلاجة بره الاسترتش او الكفر اللي محطوط بيبقى الموضوع معانا شويه مكرمش او متكسر زي ما احنا شفنا دلوقتي. فده موجود. اللفه ما فيهاش صعوبه، بنعمل كده اهو هواري، ركزي معايا اهو كده، وبنيجي الناحيه الثانيه على شكل الحجاب بنمشي ورا السطر اهو. بص يا استاذه، ونيجي الناحيه الثانيه كده اهو، ماشي الكلام اهو تمام. وممكن نصغر على فكره، انا بحاول بس اعملها بكل سهوله اهو. واجي هنا اروح عامل كده اهو كده، واروح قافل وبالشكل ده كده بقت كبيره. ممكن اصغر ده في ايدينا، ده مش قصه يعني، ده كله ما عندوش منها فيها. بص هنا الصوص ده تقل دقيقه واحده، المشروم ريحته طالعه اكتر واكتر. هبدا بعد كده احط عليه على طول حبه الكريمه. خلينا نشوف هنا الزيت سخن ولا لسه. تمام الزيت ده خلاص بيسخن، نحط فيه اللي احنا عايزين نحطه، ما عندناش اي مانع. ما عندناش اي مانع، صوت ساعات باكله كده. طيب ده اول ما احس ان خلاص تقل هبدا انزل عليه بالبيكاتا عشان البيكاتا تاخد كمان تسويتها والكريمه نحطها في الاواخر كده بالشكل ده. دقيقتين نحط الكريمه على الوش ونغرف على طول. هرجع تاني هنا لصوص الطماطم اللي خلص مع الكفته او الدقوس باشا او الكفته اللي احنا عملناها من شويه، وبعد كده هبدا احط عليها الكريمه اللي بنكسر اللون يبقى صوص بينك، احط عليه المكرونه اولا كده يعتبر خلاص خلصت الطبق، احط عليه في الاخر ريحان وجبنه وزي الفل. بص حضراتكم هنا بدا الموضوع، هبدا انزل باللي عملته اهو ونشوف الاخبار ايه ونسيبها. نقطع الجلاش براحتنا على قد الكميه اللي احنا عايزينه، ما عندناش منها خالص. هنا تقل يبقى عندي كريمه لباني، هبدا انزل كده على الوش تكسر معايا اللون في ريحه حلوه جدا، والباقي هبدا انزل عندي على صوص الطماطم. بدا اللون يفتح، الصوص اختلف، سيبه يغلي ونشوف اخره ايه. وده كمان ما فيهوش اي حاجه خالص الا بس يغلي غلوتين ويتقل سيكه كده بسيطه قوي، وبعد كده نبدا نطلع على طول مع الباستا. اي مكرونه ممكن نمشي فيها ما عنديش مانع، سيبي شويه بس يعني الموضوع ما فيهوش صعوبه. انا هحضر الطبق دوت عشان اغرفه قبل ما اطلع الفاصل، بحس ان انا كده يبقى الموضوع ما فيهوش اي صعوبه. طلع الباستا الاول ولا اغرف الطبق الاول؟ يا رضوى هواري ما تتعبيش قلبي معاك، انت وشفيق. طيب بعد اذنك، ما تضحكش عليا بس ماشي ما علينا. طيب تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نشوف اخبار الاكل ايه. اتفضلي. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب البيكاتا خلاص اتغرف على طول مع الباستا، اول وحدها حسب الرغبه، وكمان الصوص خلص الثاني نفس الموضوع. عايز اغرف ما عنديش حاجه ثانيه يعني، عايز تسويه كتير لان الموضوع زي ما اتفقنا في بدايه الحلقه اسهل منه ما فيش. اجيب عندي طبق حلو كده غويط وطبق المكرونه المسلوق، نحط كمان غلوه هنا بالمره كده، مش غلوه يعني يتقلب بس كده على السريع المريع كده ويتغرف على طول. والبكاتا نفس الموضوع، ده دايما المكرونه احنا بنسلقها من 7 دقائق لحد 9 دقائق عشان خاطر رقم واحد لما نيجي
تسويها تسويه تانية زي كده ما تهريش مننا. رقم 2 ممكن يدفيها بميه سخنه من الحنفيه، ما تقولش لا كده، بس دي مده دقيقتين وبعد كده نغرف على طول. تعال نطلع البكاتة هنا، نبص على السبرينج رولز كده كانت الحلوه دي ايش اللي بتحمر نطلعه، اللي لسه ما اتحمرش ما نطلعوش. تمام، كلهم اتحطوا وقت غير وقتهم. ده خلاص برضو نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا المكرونه اللي بنتكلم عليه الجبنه، وعليه حبه الريحان اللي اتفقنا عليها، مش كتير بس كده، ويطلع على طول عليه حبه زيت زيتون على الوش بس. طبعا مكرونه اسهل من ما فيش، يطلع على طول. وفاضل عند البكاتة يتغرف برضو. وده كمان صف كويس عشان نغرف. هي مكان القلايه النهارده مش مكان، عشان كده انا واقف، حاسس ان انا واقف في الشارع اللي ورانا. ليه كده يا جماعه بتعملوا فيها كده؟ بس سيبها كده شويه بقى. تمام، ادي البكاتة. بس انا عايز ادوق الصوص ده كده اشوف اخباره ايه، بس انا بحب الصوص البكاتة قوي، وعشان بحبه يعني نعرف. بص بقى، هو مش رونج، عارف انت الناس اللي بتبقى حامله ايه بقى؟ لا حاله تاني. بص، الله، في ناس تعمل كده، انا ما بحب يعني، مستنيها انت مني الكلام ده. بلاش هزار، بلاش هزار والله. حلو، ماشي، حلو مش حلو، ممكن يكون احلى كمان لو حطينا عليه ريحان اكتر وجبنه والكلام ده، بس فكره ان انا ادوق معلقه وراح اعمل بقى كده الحركات دي عيب هواري. بس كده. طبق بكيتا بصراحة حلو. حبة جبنة برمجان، حبة لحم بالزيت بتاعهم، وجرنش كده على السريع. وممكن لو حبينا معلقة زيت زيتون نطلع على طول على المائدة. اللي انا حاطه ده انا حاطه كده يعني، الحاجات دي بهارات انا حاططها كده، ما تقلقيش تفكرني الطبق مش حلو ولا حاجة. تعالى نطلع السبرينج رولز او الجلاش اللي احنا عملناه. يطلع على طول. يعني انا معتقد ان احنا كنا ممكن نعمل اكل على الواتساب احسن، اسهل ما فيهوش صعوبه الاكل. طبق مكرونه بالكفته والجبنه والصوص الاحمر على صوص الكريمه، وطبق بكيته بصوص المشروم بالفراخ وريحان والجبنه البرمجان، وحبه عجينه جلاش لفيناها بحبه تونه وزيتون، والموضوع ما فيهوش صعوبه، وها اكله واتاكلت وهتعدي زي ما عدى غيرها، وزي ما بكره ان شاء الله هيعدي غيرها. السلام عليكم.